أحمد عبدي كاري قرقر مدحوينها دولة قبلات كالقلمدوق أي شيء إن قلمدوق أي تهاي حكومة دابود أوليه قبشيدة شركة لوغة تشانيو مسيركة دالكا يولي باحو سيدة مالمها قاركة أهي مامو الكاسي أوليه هاي وحاو شيء مدحوينها إن قلمدوق أي مرتقلسي شركي مهمكا أهي دولة ده حبناها كأه دولة فدرالكا يولي با دولة درحي كواسا أو شيء إن وحيابيه كسو بحيايا هايين وحبلشيدة سوماليات أي كوغانعان شركة كلنا سيدا سلم داه أي أرجينا ين وحيابا مهمة إنا يكسو بحان قل من وقع أولسان حكومة طيالة أودة إنا يحسطو تاريخ ديدا موجيسو تاريخ ديدا لاتي مادو قوش الله قربو تاريخ المركة عين تاسود دايو لير قل من وقع أولسان باقيا مير أي جوغان با مدنمو ولكن برواقة إيا هرمر ولا لا يا المدن يا المروي سيادوك تهين أما حرم الله حسي قلب دقو حي مرتي قليسي شراركي مهم كاها الدولة حبنا كدولة فضل لك أي سقي مادين رسم ربوان كل الجارين هشيس فر الله جم مرينا يو فر الله جو قاضي يو لبصو دمينا يو وحكستا أو تري أو دل دلال وقت هذا الجوع أما دلك وجوعنا كؤاد قام كؤاد أنا يسلقاتين سلوك وحن مرتجليني وسم ربتو وايسوي مادين دولة فدرالك الصومالية هي دولة حبناكا وايضا ايكا صوبحين قوامو دحال قلقة لايسكو افقرتي اوليه لايسكو يمد اي مسيري اها اي الصومالي ما انت يقوم بهم سنة ان لايسكو ورستو وحان نو بلنسان اما بلنكو اها ay Soomaali ku balantay oo madaxdii qaranku isugu timid 15 ka bisha August in la isugu yimaado Dhuusamareeb 3 lagu na gaaro Ilaahay idinka sida rajaynayno go'aamadii iyo hawlihii hor yaalay oo Soomaali ay sugeysay kuwii ku aadanaa ama waha boona lagu gaaro magaalada Dhuusamareeb ayaa la filayaa in maanta ay gaareen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyadoo dhanka kalena maanta la rajaynayo inuu gaaro halkaas madaxweynaha dalka mudane maxamed abdullahi farmaajo abdiraxmaan xaaj saciid timcaddin muqaaliye maqal baahiyaha city magaalada muqdisho